مشاهدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. كما جرت العادة رانا في الموعد. مشاهدنا الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وإن شاء الله تكونوا مهنيين. مشاهدنا الكرام، اليوم جيتكم زوج كيفيات كما جرت العادة. قبل ما نروح الكيفيات، وعلى بالي الكيفيات اليوم راح يعجبوكم، قبل ما نروح الكيفيات مشاهدنا الكرام، الكراس والسيارة يلا وجدوهم، هذا باش تدونوا كل المقادير. وراح نروح معكم بأقل حبة حبة، ونحب نحيي كل المشاهدين والمشاهدين الأوفياء لقناة البلاد وحصة ألو فارس. نحييكم ونقول لكم راني معاكم، وإن شاء الله يا ربي راح نكون قد أسفل الشاشة لتقدروا تتصلوا، هذا باش نستقبل كل مكالماتكم. والناس اللي ما حكموناش نقول لهم سمحوا لنا، لأنه المكالمات كثيرة، ولكن حاولوا عدد مرات وإن شاء الله تحكمونا. يلا مشاهدينا الكرام، الوصفات نهار اليوم، هذه الوصفة وصفة تركية، أنا كنت كليتها في تركيا، بنينة بزاف وسهلة، وقت قصير راح تحضروها. وكذلك الوصفة الثانية عندنا بريوش خارق للعادة ولا أروع. كنت أنتم قاعد تقولوا ولا أروع هذا البريوش اللي راح نديروه بالمعجون بطريقة كذلك ولا أروع. يلا مشاهدينا الكرام، نروحوا للكيفية الأولى. هذه الكيفية هي باذنجان على الطريقة التركية. واش نسحقوا لهذه الوصفة؟ عندنا هنا كمية تاع باذنجان. هنا كل واحد واش يقول، كان يقول باذنجان، كان يقول باذنجان، كان يقول دونك عندنا كميه تاع باذنجان. باذنجان وعلى الاقل كادر باذنجان، صح كادر. هنا باذنجان الكميه اللي تحبوها انتم على حسب القالب اللي يدخل للفرن. هنا عندنا كميه تاع باذنجان، هنا عندي طراف تاع اللحم يكونوا هكذا صغار، قطعهم بيبو غير مرصو صغيور وقطعوه بهذه الطريقه. عندنا نسلطه معدنوس، حبه بصل تكون كبيره مقطعه في الرقيق. وعندكم كذلك هنا زوج طماطيش، عندكم زوج مقارف كبار طماطم علب، ملح، عكري حار، عكري حلو، شوف في الكحل. وعندكم هنايا شوفوا السر في هذه الكيفيه، هاد الطماطيش تاع الحب تكون طايبه وسكرفتوها البنه ولا اروع. يلا مشاهدينا الكرام، المقادير راهم يعني باينين. قلنا باذنجان، كمية تاع باذنجان، نص بطل معدنوس، وشوية تاع اللحم، واحد 200 غرام علب، حبات حار، حبات طوماطيش، حبة بصل كبيرة مقطعة رقيق، ملح، عكري حلو، عكري حار، فلفل الكحل، وعندنا ثلاث حبات طوماطيش يكونوا طيبين مسكرفتين. يلا نروحوا نستقبلوا أول مكالمة نهار اليوم. ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. واش راكي الحجة؟ مرحبا، واش راكم يا ناس الغواط؟ واش راك؟ لاباس، صحتك لاباس؟ لاباس. مرحبا بك. توحشناك. توحشك الخير، واش راكي الحجة لاباس؟ واش فيك ما كنتش تبان، ما جيتنا الغواط ما. واش راكي؟ توحشتك بزاف. أنا حنا ثاني توحشناك. الله يسلمك يطول عمرك. واش راك؟ الله يسلمك. واش راهم دراري لاباس؟ لاباس وشاي العايلة. والله غير الحمد لله، الله يهنيك. وانتوما واش راكم؟ لاباس يطول عمرك. وانتوما لاباس؟ لاباس، انتوما بخير. لاباس الحمد لله. كاش ماكي طيب الحجة ولا والو؟ انا نطيبو في طيابك. الله يسلمك يطول عمرك. انا نطيبو كاع في طيابك. الله يسلمك يطول عمرك. من البنات قاعدين يتفرجوا ويطيبوا. الله يسلمك، سلمي لي كامل عليهم. سلمك يعطيك الصحة في ذوك اليدين. الله يسلمك يطول عمرك. الله يبعد عليك الدرقة والمدرقة. آمين آمين، حنا وانتوما إن شاء الله. إن شاء الله ويبعد علينا هذا البلاء. إن شاء الله إن شاء الله. ادعي لنا الحاج، ادعي لنا معاك. إن شاء الله إن شاء الله. يطول عمرك، بارك الله فيك. آمين. سلم كاع عليهم. الله يسلمك، سلمي كامل عليهم تيتاني، بارك الله فيك. سلم كاع على أصحابك. الله يسلمك، حتى هما ما يسلموا عليك. يسلمك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. سلم على العائلة. الله يسلمك، يبلغ. شكرا لك. سلم بن عدر بن عائشة. الله يسلمك، شكرا لك. يعطيك الصحة، شكرا. هاي بسلم. سلامة، شكرا، يعطيك الصحة، شكرا. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، ناخذ مقلة، حط فيها شوية تاع الزيت، نخلي الزيت تاعي تسخن، شوفوا معايا، راح نقلي هذا اللحم. قلنا اللحم عندكم كمية غير صغيرة،
واحد 200 غرام وتقطعوه صغير هذا بهالطريقه. شوفوا تقطعوه هكذا هاوليك، شوفوا هاوليك قطعوه طرف صغار هاوليك. دونك هنا شوفوا واش راح ندير، راح ناخذ هنا حبه بصل تكون كبيره هكذا. صدقوني هاد الوصفه بنينه بزاف 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 بزاف. شوفوا هنا ناخذ هنا البصل تكون الحباب كبيره تكون مقطعه رقيق، نزيد معاها هذوك 200 غرام تاع اللحم هكذا اللي كنت قطعته قلنا صغير، ونقلي هذا اللحم مع البصل هكذا بهذه الطريقه هكذا. شوفوا معايا واش راح ندير دركا، نخليو البصل واللحم يتقلاو. واش راح نديرو دركا مشاهدينا الكرام، ناخذ الباذنجان شوفوا ناخذ باذنجان، ناخذ اناء يكون كبير هكذا، نحط فيه كميه تاع الماء بهذه الطريقه، ونحط فيه شويه تاع الملح هكذا، نخلطوا. هاد العمليه لازم ديروها مهمه جدا. شوفوا معايا نخلط هاد الماء والملح هكذا بهذه الطريقه. يلا نزيدو نستقبلوا مكالمه. الو الو السلام عليكم صابرينا. وعليكم السلام، مرحبا بك. مرحبا شوف راسك مليح؟ لاباس الحمد لله. واش راكم انتوما؟ ولا غلاباس الحمد لله. الحمد لله الله يهنيك. واش راهم الناس مليانه؟ الحمد لله على غير بخير الحمد لله. هاي قولي لي صابرينا، كاش قلب اللوز، كاش بريوش، كاش مازال ما سييت القلب اللوز؟ انا حابه نسييه، شفتاني حابه نقول لك على المقادير تاع قلب اللوز. ايه والله يعطيك الصحة يا صابرينا، وين كنتي كي كنا انا؟ ها؟ لا لا تقول لي ما عرفتش السميمة كيفاش ندير. يلا وعندك القرة صابرينا؟ ايه يلا كتبي تشوفي. لا لا قصدي على السميمة كيفاش ندير. نعم؟ سميمة سميمة. سميمة وش بيها؟ المقادير نقص ولا كيفاه؟ حبيتي تعرفي سميمة قد منها؟ ايه سميمة ديري واش حبيتي؟ خيري سميمة اللي حبيتيها، وكي تخيري سميمة شوفي سنيوة قبل اللي حبيتي، اللي حبيتي ديري، اللي حبيتي طيبيها، طيبي فيها قلب اللوز، ومن بعد خيري الكيلة على حسب السنيوة تاعك. ايه خلاص خلاص؟ ايه وحبيت دير لنا البقلاوة. ايه واش من بقلاوة تاعنا ولا بطافيلو؟ بقلاوة عادي. ايه بقلاوة عادية. إيه؟ ما عليه ما كاش مشكل، هذيك ان شاء الله نديروها. وتشارك وشنو؟ وشنو صابرينا واش حبيتي؟ تشارك ثان والله ما سمعتك. قلت لك تشارك. تشارك مسكر ولا مسكر؟ ايه مسكر. يلا ما كاش مشكل صابرينا. صحيح صحيح شكرا صحة. بارك الله فيك يعطيك الصحه صابرينا شكرا. ايه قدم تحياتي دقيقه. ايه تقدمي تحياتك. يلا قدم تحياتي لافامي تاع لافامي تاعنا كامل. نسلموا عليهم. واش من واش من واش من العائله؟ عطينا اسمها. لافامي تاعي انا كامل كومبلي. اها ايه وقدم تحياتي تحياتي لمروان. اها وانت يا بلا ما ننسى. بارك الله فيك صابرينا يعطيك الصحة. شكرا بارك الله فيك. سلام الصحة. صحة. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، ناخذ حبة تاع الباذنجان نقشر جهة ونخلي وحدة، نقشر وحدة ونخلي وحدة، نقشر وحدة نتحصلوا على هذه هاي لك. من بعد نقطعها هكذا دوائر ونحطها في الماء والملح. هكذا نحطهم في الماء والملح بهذه الطريقة هكذا. أنا هذه الكمية تكفيني هاي ليك. شوفوا معايا داك واش راح ندير هنا. هذا الباذنجان خلاص بهذه الطريقة
نخلي هذا الباذنجال شوفوا معايا نخليه مده دقيقه حتى زوج دقائق في هذا الماء والملح. من بعد راح نصفيه نشفوا وراح نحمره في الزيت، يعني نحمره مزوج جوايه من ومن. انا هذه العمليه اللي درتها باش كي تقليوه باش ما يشربلكمش الزيت، ولكن نشفوها. شوفوا معايا دونك هنا اللحم تاعي والبصل راهم بداو يتقلاو. واش ندير؟ ود هاد الوصفه جربوها ولا اروع. شوفوا معايا واش راح ندير درك. نحط الملح بهذه الطريقه، شويه ملح عكري حلو هاي بهذه الطريقه، موارف تكون كبيره. يلا نزيدو نستقبلو مكالمه. الو الو وي السلام عليكم دليلة. نعم تلقيك خويا فارس. مرحبا بك، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. وتاكم نتوما؟ الحمد لله الله يهنيك. سؤال عليكم. الله يعيشك بارك الله فيك في الاطباق تاعك يا فارس. بارك الله فيك، شكرا يعطيك الصحة. قولي لي دليلة كاش ما راكي تجربي ولا والو؟ نعم نعم عندك دايما واش راك تجربي كاش ما جربتي؟ ما سي بقى شوية. نعم لي سوفلي لي سوفلي لي سوفلي لي سوفلي جوك ملاح؟ نورمال. حبيت نسقسيك بكا وزدت لداخل واسمو لداخل البصل. نعم وزدت لداخل البصل بكا كي درت البصل وزدت معاه الدوزيام. والله ما سمعتك دليلة. قلت لك كي درت البصل حمست البصل وزدت معاه الدوزيام. درت هنا بصل واللحم يتقلاو مليح ومن بعد درت العكري حار عكري حلو فلفل الكحل والملح. خلاص دليلة هذه غير ما تراطيهاش. اسمعي هذه العشاء اليوم العشاء تبري راسك. وعادي عيطينا قول لنا واش رايك. كي تكملها ان شاء الله. نعم كي تكملها. كي نكملها؟ ايه هيا روحي استناني كي نكملها وتشوفي. فارس خويا ان شاء الله تعيش. نعم قلنا البسطيله. بسطيله؟ ايه روحي ما كاش مشكل يلا وعد مني بصح باذن الله. بصح البسطيله تاعنا مش واش حبيتي صالي سكري ولا صالي برك؟ لا لا صالي 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 هيا ما كاش مشكل. هيا تعيش خويا فارس ربي يعاونك. شكرا يعطيك الصحه دليله بارك الله فيك خير. شكرا. البصل واللحم تاعكم تقليوه مليح من بعد حتزيدوا عكري حار عكري حلو في الكحل والملح تخليهم يتقلاو مليح صدقوني واحد الريحه ما شاء الله. وشوفوا قلت لكم السر في هذه الوصفه طماطيش تاع الحب يكونوا ثلاثه كبار حتى اربعه يكونوا طيبين مليح نسكربجوهم ونزيدهم بهذه الطريقه هكذا. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. ونخلي هاد الطوماطيش كذلك تتقلى. وهنا من الاحسن قلت لكم الطوماطيش تكون طايبه هكذا. شوفوا معايا هكذا نخليو. يلا مشاهدينا الكرام هنا راح نزيد طوماطيش تاع البواطا ونزيد شويه تاع الماء نخليهم يتقلاو. نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو وراح نكملوا الكيفيه تاعنا. خليكم بعد الفاصل.